مسكوجه اللي كانوا كيف سنه اليسار، هو قطعه قلاش قديمه كانت الامهات يلبسنه ومن تحت ما يسمى بالتفيل او الفوبيه او تسمى كذلك التشاوير. بالنسبه للحلي تستعمل المراه الريفيه مجموعه من الحلي منها الفطه وهي عباره عن تسع ناس وما يعرف به الحلقات. هناك عرق من اللبان حولت الى زينه وهناك حيط رفيع فوق راسها تحت تصفيقاتكم الاصبع جمال الاخضر والاحمر دلاله على رايتنا المغربيه والاصفر انتسابا الى افريقيا التي توجد بها. انظروا الى هذا التناسق ما بين الخضره والحمرة التي تدل على هذا الذكاء للصنع المغربي الذي اعتنى بالمرأة منذ البدايه وصنع من اشياء بسيطه عاديه هذه العلالة البلده التي ترونها تناسق كبير يوجد في هذه الالوان وبخيط رفيع من الحلي يمكن ان ننتبه الى الابداع المغربي وخاصه الابداع الامازيغي اليس كذلك؟ هذه الوشه التي نراها فيها وهي تتمثل في الحلي والحلال. والخضره دليل على رفيع الجاه في هذا الدور السابع حتى الحياه السلميه الى مناطق خبيثه في يوم واحد وواحده فجيه تسخر بكثير من ما زلنا في الخضره دائما مع الفتاح القليل لا ننسى اننا في وحده وما زلنا في السهام الذي يظن الكثير ان الرجال ومن يلبسونه الوقار على النساء ايضا والسهام. ومن منا لم تلبس هذا؟
الذي ينتبه إلى تفاصيل بدقة.